عباس يا عم رسوله احمل فاني لا املك لك من الله شيئا فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون واذا عملت اياك والحرام اياك والربا اياك والربا اياك ان يكون اصل رزقك حرام فكل لحم نبت من شحت فالنار اولى به حيث ما حللت وارتحلت في اوروبا الا سئلت عن الاقتراب بالربا لشراء المساكن في حين له 100 حل يمكن ان يتوسل بوسيله شرعيه لكي يكون له بيت فسيح سبحانك رب سبحانك كيف يقدم الناس ويستسهلون الحرام كيف يمكن للانسان ان يستعمل وان يكون مصدر خير واشعاع في هذه الارض وتمتد يده لاموال الاخرين بدعوى ان اموال هؤلاء حل لنا كيف تستحل ما حرم الله كيف والعياذ بالله تنصب نفسك شريكا مع الله تحل الحرام وتحرم الحلال ما هذه الفكره ما هذه الثقافه هذا امر غريب على ديننا العمل رابعا والاولاد يطالبونك بالنفقة والتربية وأنا لا أتحدث عن النفقة فكل مسلم إلا وتتفطر كبده شفقة على أولاده ينفق عليهم لكن أنت لست صرافا ولست أكالا ولست رزاقا فالرزاق هو الله وأنت الأكال وإن الله ما شق فمن إلا وجعل له رزقه وفي السماء رزقكم وما توعدون الله رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون ولقد نفث النبي جبريل في روع النبي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فرزقه مضمون وكتب لك وانت جنين في بطن امك يكتب رزقك وعملك لكن اتكلم عن وظيفتك الثانيه التربيه فما نحل والد ولدا ولا اعطى والد ولدا عطيه اعظم من خلق حسن وتربيه مسلمه لكي يضمن بعد ذلك استمرار فكرته ومنهجه في ذريته التربية يا أبنائي يا إخواني يا أبائي جئت من مدينة الدار البيضاء إلى ميلانو ورأيت المغربيات متبرجات وسمعت إلى حوار بينهن فقالت أم للأخرى أنا ولدي وأولادي لا يصلون ولا يصومون ولكن لا يهم أنا يهمني أن أربي ولدي رجلا لكي يعمل هذا مقصدك في الأرض هذا مقصدك هذا ما تريد تريد لولدك أن يكون مائدة تمشي على الأرض يأكل ويشرب هذا الذي تريد هذا الذي تريد الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل العام والنار وذلهم هذا مقصدك تريد أن يكون لك أولاد يأكلون ويشربون لكن لا يثنون لله ظهرا راكعين ولا يتربون لله وجها سجيدين فماذا تقول لربك إذا لقيته يوم القيامة ووجدت أن نسلك يكفر بالله ويتعاطى المخدرات أبناء في إيطاليا يتعاطون المخدرات مخدرات الزنا كم من سؤال يأتيني لقد زنيت وحملت المرأة والآن أنا أريد أن أستر الفضيحة بماذا تسترها؟ بالإجهار وقتل النفس فيحمل وزر الزنا ووزر قتل النفس إلا قتل النفس الإجهار إلا قتل النفس فلا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ولزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس وإذ الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إجهار مسك المسك مئات الآلاف عشرات الآلاف والمسلمون ذهبوا هذا المذهب فأي أرض تقلنا وأي سماء تقلنا أي أرض تقلنا وأي سماء تضرنا ونحن والعياذ بالله نشارك في جريمة قتل النفس هذه الأولاد أما الخامس فالشيطان الشيطان يطالبك بالمعصية الشيطان لا ينام الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الشيطان عدوك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه من أصحاب السعير الشيطان جاثم على قلب ابن آدم إذا ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس الشيطان يحاربك بسلاحين سلاح الشهوة يزين لك المرأة أيتها المرأة يا أختي يا ابنتي إذا خرجت إلى الشارع مستعطرة
بادية زينتك للشباب، فاعلمي أنك دخلت في مشروع الشيطان الإفسادي. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم ينزع عنكم لباسكم. يا الله، سلاحه أن ينزع لباس المؤمنات ويحول المرأة إلى جسد لفتنة الرجال. فصنفان لم أرهما في الحديث الصحيح رواه مسلم عن أبي هريرة، لم أرهما، منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا. يا ابنتي، لا أدري أألقاك بعد اليوم، فلقد كتب الله لنا أن نلتقي يوم الجمعة هذه في ظرف عصيب وفي وقت ضيق. اسمحي لي، فأنت من أعظم ما يكن القلب له التقدير، لأن صلاح المرأة هو عنوان صلاح المجتمع، وفساد المرأة هو المدخل لفساد المجتمع. أصلحي حالك مع الله، تدثري بالحجاب، تدثري بالحجاب، حجابك عنوان عزتك. لا تسمعي لهؤلاء الذين يزعمون باطلا أنهم يدافعون عن حقوقك. هل من حق المرأة أن تتاجر بجسدها؟ هل من حق المرأة أن تعرض المرأة عارية في الصناديق في أمستردام؟ هل هذا هو النموذج الذي تريد المرأة المسلمة أن تحتدي به؟ لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قالوا ومن؟ ومن؟ أتريدين أن تتعرضي كما تعرضت هي؟ هي لا دين لها، أنت لك منهاج، أنت عليك أن تعتزي وترفعي رأسك بإسلامك الذي كرمك ولم يجعلك فتنة، ولم يجعلك ألعوبة في يد من يريد أن يستغل جسدك لترويج سلعته. الشهوات خمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فمن مد الكأس إلى فمه من المسلمين فقد خرج منه الإيمان. كما ينزع لباسه فلا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا الخمر؟ لماذا المخدرات؟ أسلحة الشياطين شهوانية، وأسلحته شبهة، وهذه لا أتحدث عنها كثيرا، فالشبهات كثيرة. وإن أعظم شبهة تنتشر بين الشباب هي مسألة أن الدين علاقة بينك وبين ربك ولا أثر لها في الواقع، وهذه من أخطر الشبهات، تسمى العلمانية، عزل الدين عن الدولة، عزل الأخلاق عن المجتمع، عزل السياسة عن المجتمع، عزل الاقتصاد عن الأخلاق. نحن عندنا كل ذلك مرتبط في بوتقة رائعة، إنه تنزيل من حكيم حميد. السادس قبل أن أقول، السادس بعد الشيطان هو الدهر. تقلبات الأيام، والأيام حبلى ولا تدري ماذا تلد لك. أنت الآن في طريقك إلى مكان وبنيتك أن تفعل كذا، فتأتيك صاعقة فتحولك، فيأتيك خبر موت ولدك فيغيرك. كم من إنسان أعرفه استغرق الحياة كله يبني بيتا لكي يسكن فجمله، وفي الصبيحة التي كان ينوي أن ينتقل إلى بيته الجديد أصبح في عالم الآخرة فلم يدخله. فليكن شعارنا في الغرب وفي غير الغرب، فليكن شعارنا ما قال النبي لابن عمر، صلوا على الحبيب: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنتم غرباء، والغريب يحن إلى وطنه ووطننا الآخرة. نحن لسنا أبناء الدنيا، نحن أبناء الآخرة. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. هؤلاء الستة، الله يطالبك بالفرائض وذكرتها، والنبي يطالب بك السنة وقد ذكرت ثنتين، ونفسك تطالبك بالعمل، فاعمل عملا صالحا، واتق الله فلا تأكل الحرام. أقل معنا. والرابع أولادك يطلبون منك أن تربيهم على الإيمان، أن تأخذهم إلى المسجد إلى المدارس. فعجبا لإنسان يأخذ
أموال الضمان الاجتماعي ولا يؤدي 10 أورو في الشهر لكي يأتي بولده إلى المسجد ليتعلم العربية. عربية يا أخي طريقك إلى القرآن. والخامس، الشيطان يطالبك بالشهوات والشبهات، فاحذر منه فهو عدوك. والسادس، الله الضار يتقلب، فاستعد وليكن قصير الأمل، مستعد للقاء الله في كل لحظة. صلوا على الحبيب. يا رب صل على حبيبنا ونور قلبنا واجمعنا به يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. حمداً لك رب من السماوات والأرضين من أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا معاشر أحباب رسول الله، أما السابع الذي يطالبك فهم الملائكة كرام كاتبين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقال لك يوم القيامة إذا لقيت ربك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان حبة من ثقال أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا أخي حسن كلماتك، أقول لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقولوا للناس حسنا. الكلام واللسان سبيلك إلى الجنان أو النيران، فإن استعملت اللسان في الموعظة والكلام الطيب قادك إلى كل خير، وإن استعملت اللسان في غير ذلك كان زادك إلى النار. هذا لقمان قال له سيد ائتني بأفضل بضعة في شاة ذبحها، فجاء باللسان. وقيل له في اليوم الثاني اذبح شاة وائتني بأقبح بضعة، وجاء باللسان. قال سبحان الله، اللسان أفضل بضعة وأقبح بضعة؟ قال نعم، فهو وسيلتك إلى الجنة إن استعملته في ذكر الله وفي الخيرات، وهو السبيل إلى النار إن كنت تستعمله في عكس ذلك. قال تعالى في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسنؤتيه أجرا عظيما. اللسان كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لماذا لا يتحدث المسلم مع أخيه باللسان الطيب بالكلمة الطيب؟ فالكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه الملائكة. والثامنة والأخيرة، ملك الموت يطالبك باستيلاء روحك. الموت